بينضم لنا الان زميلنا العزيز ومحلل الارقام محمد الباز. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن. ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير، كله تمام. الارقام بتقول ايه بقى النهارده؟ يعني هبدا من كلام حضرتك دلوقتي، النهارده مباراه اخيره بعدها فيها هدنه كويسه جدا، راحه نعيد بقى ترتيبنا، نبص على ارقامنا، نبص على لعبتنا، ومن هنا ننطلق. قبل ما نخش في مباراه الجونه وارقام الجونه ونقاط القوه ونقاط الضعف، خلينا نبدا بشكل عام عن الاهلي دفاعيا وهجوميا في اخر 8 مباريات. وسعنا السكوب شويه، هتكلم على اربع مباريات الدوري، مش الدوري بس، اربع مباريات الدوري واربع مباريات الدوري السوبر الافريقي ماشي. لان هنا بتورينا نقطتين مهمين لازم نقف عندهم، وبالتالي ان شاء الله ناخد بالنا من ماتش في ماتش الجونه النهارده، وبعد كده في الفتره الراحه القادمه، التوقف القادم، نبدا نشتغل على الارقام باذن الله. خلينا نستعرض مع بعض يا كابتن ايمن الاهلي شكله هجوميا ودفاعيا في نقاط معينه، علشان ما نخشش في نقاط تفصيليه كبيره جدا. هنا هنقف في الثمان مباريات زي ما قلت لحضرتك، الدوري اربع مباريات لحد الان واربع مباريات الدوري السوبر الافريقي. اجمالي الاهداف المسجله 14 هدف، يعني احنا احرزنا 14 هدف في 8 مباريات. اهداف الدوري بس منهم 11 هدف، احنا جايبين 11 هدف في اربع مباريات، احنا اوفر اتشيفد، يعني عاملين نسب ومعدل تهديفي عالي جدا في الدوري. مظبوط. ولكن هناك 3 اهداف فقط من اربع مباريات في دوري السوبر الافريقي، وده بقى رقم كنا بنشوف الفرص الغزيره والكثافه الهجوميه اللي كنا بنعملها بدون ترجمه لاهداف. ده اللي هنشوفه النهارده، اجمالي الاهداف المستقبله برضو. احنا دلوقتي دخل فينا 7 اهداف، 7 اهداف يا كابتن ايمن في الدوري، دخل 3 اهداف من 4 مباريات، هنا ايضا علامه استفهام لازم نقف عندها. نكمل هنشوف برضو الاربع اهداف التانيين اللي دخلوا فينا طبعا في الدوري السوبر الافريقي، يعني معدل برضو ضعيف جدا في اربع مباريات، هدف كل مباراه. فاحنا عندنا دلوقتي نسبه هجوميه قد تبدو ان هي قويه جدا بالارقام، الحاله الدفاعيه او العنصر الدفاعي عندنا محتاج وقفه. بالارقام هنا بتظهر لنا ان احنا عندنا هنا مشكله. نكمل الاهداف المستقبله في الدوري الافريقي، زي ما قلنا 4 اهداف في 4 مباريات، شباك نظيفه 2 فقط، وده طبعا معدل قد يبدو في 8 مباريات ممكن يكون قليل على اللي احنا شفناه على الاهلي في الاعوام في الاعوام الماضي بالاخص مع مستر كولر. صناعه الاهداف الاسيست عندنا طبعا، يعني وصلنا لمرحله كبيره جدا، عندنا 12 التمريرات المفتاحيه، هنا بقى الرقم الغزير اللي احنا بنقف عنده، 69 في الثمان مباريات يا كابتن، وصلنا للمرمى 69 مره تمريرات مفتاحيه قد نسجل منها اهداف بشكل كبير جدا. الاكس جي او الاهداف المتوقعه 21 هدف، متخيل احنا في الثمان مباريات كان المفروض نحرز 21 هدف محقق، وده اللي اتكلم عليه مستر كولر في اكتر من مؤتمر. صحيح. فهنا برضو رقم، يعني شويه ارقام كده عليها علامات استفهام. الاهداف المستقبله المتوقعه، يعني ايه؟ يعني الاكس جي من ناحيه الاهداف المستقبله كان المفروض يدخل فينا 13 هدف. انت متخيل احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا الناحيه كان في بعض الاهداف هددت مرمى الشناوي في الثمان مباريات. قد تصل ل 13 هدف من الكواليتي بتاعت الفرص دي كانت ممكن تدخل فينا. وده هنا رقم لازم نقف عنده بالاضافه للاهداف اللي دخلت فينا في الثمان مباريات بشكل عام، سواء الدوري 3 اهداف من 4 في 4 مباريات، او الدوري الافريقي، او الدوري الافريقي. دي ارقام كده بشكل عام الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه ينقصنا فقط ترجمه الفرص لاهداف، ده عامل التركيز، عامل يعني ليه عوامل كبيره جدا، السفر واجهاد بعض اللاعبين بيأثر على التركيز الناحيه البدنيه بعض الاوقات. بس انا برضو عايز اتكلم على اختلاف قوه الفرق ما بين الدوري المصري والدوري الافريقي. صحيح. يعني الدوري الافريقي كان يعني سيمبا فريق قوي، سان داونز فريق قوي، مع كامل الاحترام لكل انديه الدوري المصري، ولكن هناك اختلاف في الفوارق الفنيه. صحيح. ومع ذلك احنا في الدوري عندنا برضو مشكله في الناحيه الدفاعيه. الناحيه الهجوميه 11 هدف في اربع مباريات، ان احنا اوفر اتشيفد، اكس جي عالي جدا، دوت بيقول لك فعلا متوسط الفرق او غير الاهداف الضايعه، غير الاهداف الضايعه اللي احنا عرضناها كانت لا فرص كبيره جدا واهداف كبيره جدا. صحيح. نخش بقى على ماتش النهارده، ماتش الجونه، لان الارقام دي زي ما قلنا اعتقد النهارده هناخد بالنا منها مع مستر كولر والفتره الجايه فتره التوقف. نبص بقى على ارقام الجونه سريعا. الجونه كده عندها شويه نقاط، في نقاط قويه، نقاط قوه، نقاط ضعف. الارقام بتقول لنا، يعني قبل ما نخش في اي تفاصيل فنيه، لعبوا 5 مباريات، فازوا في 2، تعادلوا في 2، خسروا في مباراه واحده. الاهداف المسجله طبعا 6 اهداف، على فكره طبعا الست اهداف دول فيهم هدفين ضربه جزاء، ثلاثه يعني منهم 5 جايبهم لعيب واحد بالظبط كده، يعني بالحاج وده هنتكلم عليه. الاهداف المستقبله 4 اهداف في الخمس مباريات، عندهم مشاكل دفاعيه، شباك نظيفه، يعني كان عندهم مباراتين بشباك نظيفه،
الاهداف المتوقعه الاكس جي كان ممكن يحرزوا 14 هدف، وده رقم بقى لازم نقف عنده ان هم بيوصلوا بشكل كبير 14 هدف من كاكس جي اهداف متوقعه في الخمس مباريات. الاهداف المستقبله المتوقعه كان برضو كان متوقع ان هو من الفرص اللي والتهديد والفرص عليهم كان يدخل فيهم 14 هدف. هم متميزين هجوميا ولكن عندهم اخطاء دفاعيه كتير، ما عندهمش البالانس او التوازن ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، وده اللي بتعكسه الارقام. التمريرات المفتاحيه 48، ده برضو رقم كويس جدا، هو من افضل الفرق في الدوري ايضا، يعني في الترتيب من افضل خمس او سبع فرق بتوصل للمرمى. صناعه الفرص الاسيست عندهم ثلاثه فقط. قطع الكوره ب 608، يعني بيعملوا يعني بلوك وريكفري بشكل كويس جدا في الخمس مباريات اللي شفناهم. نكمل برضو بالنسبه لاستعاده الكوره الريكفري 386 مره. بيخسروا الكرة بشكل كبير جدا، وانا جايب خريطه حراريه النهارده هتورينا بقى بيخسروا الكرة فين بالظبط عشان الضغط عليهم قد يولد الاخطاء ديت. شايفين ان هو البول لوست عندهم او اتكلمنا عليه البول ريكفري بيعملوه بشكل كويس جدا يا كابتن ايمن، بيعملوا اعتراضات بشكل كويس جدا ب 97 اعتراض في خمس مباريات. استعاده الكوره قلنا 386 مره حتى الان، بنتكلم على خساره الكوره كاجمالي، خسر الكوره في الخمس ماتشات 217 مره، وده هنعرضه بالصوره الحراريه دلوقتي. ولكن 217 مره بس اغلبها فين؟ تحت الضغط، يعني هنشوف دلوقتي نص ملعبهم، في نص ملعب النص الملعب الاوسط هو ده الاغلب بالنسبه للنسب المئويه. هنا بقى شوف ده اتجاه المرمى طبعا ناحيه اليمين، ده الدايركشن اتجاهي. هنا بقى كابتن ايمن مفصلينها في كل حته في الملعب، لو قسمنا الملعب كده بالنسبه يعني الشكل اللي احنا شايفينه معانا، هنقف شويه عند خساره الكره البول بوزيشن، خساره البوزيشن بالاخص بيكون عند امامهم في التلت الدفاعي عندهم هم في التلت الخاص بيهم ناحيه دفاعيه 17.7%. في المكان دوت خسروا الكره كتير جدا، هم بيخسروا الكره تحت الضغط بشكل كبير جدا 133 مره تحت الضغط من ال 217 مره. بص كده يا كابتن ايمن في نص الملعب، الجزء الاوسط من نص الملعب هنشوف ناحيه الشمال بيخسروا الكره بشكل كبير جدا 13.3%، يعني انت بنتكلم في 15.6 دوت، ده بيقول لك ان هم من 15 لعبه في المكان دوت خسروا الكره منها ست مرات. ليه؟ لان هم عندهم يعني لو بصينا على ماتش فاركو وماتش الداخليه الاخير، استحواذ بالدقائق في رجليهم في رجل لعبتهم 13 دقيقه فقط في المباراه كلها. يعني ماتش فاركو سابوا الاستحواذ تماما، يعني المباراه خلصت ب 36 او 34% استحواذ بالنسبه لهم، لان هم ما عندهمش عمليه الربط من 1 تاتش 2 تاتش، بيخسروا الكره بسرعه جدا. وده اللي احنا بنشوفه من 15 تاتش على طول في 6 منهم تم خسارتها، يعني في نص الملعب انا 10.9 منهم برضو، وشوف زي ما بقول 12 لعبه، انا بتكلم في اجمالي الخمس مباريات. فدي ارقام قد تبدو ان هي كبيره ولكن هي في الحقيقه ارقام خطيره جدا، لان انت بتوريك هنا انت تضغط عليهم فين وتاخد تقدر تاخد الكره في المناطق في ارضيه الملعب. قدام برضو في التلت الهجومي والتلت الدفاعي ده برضو نسبه كبيره 17.7، دي نسبه مؤثره جدا لان ده انت منك للجول على طول بالزبط. يعني لو ضغطت هنا وقطعتها جول، وده جايب حاله من ماتش الاتحاد بنفس الكلام حتى، يعني في عمليات ضغط كبيره جدا بتقطع الكوره بضغط عليهم امامي، الضغط بقى اللي احنا عايزين نشوفه بتاع الاهلي بتاع الموسم الماضي، الضغط طبعا العالي الامامي قوي في مناطق عاليه من الملعب بتولد اخطاء مع المدافعين، وده بيقول لك ان الجون عنده مشكله في الحته ديت، نشتغل عليها النهارده هنحرز اهداف كثيره جدا. ده الشكل العام بالنسبه للضغط. عايزين نقول ان هم بقى نوري الصور الحالات سريعا كده يا كابتن ايمن. عندنا اول حاله معانا عندهم مشكله في الترانزيشن، يعني هو ممكن يعني مثلا الكوره هنا كانت بتلعب في نص الملعب اتقطعت بسرعه، اتعمل التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. دايما لعبتهم في اللي هو هم بيلعبوا طبعا على طول معظم اللعب في حاله عدم استحواذ الكوره، بتلاقيهم دايما 4-4-2 في الاغلب، دايما بيلعبوا برضو 4-5-1، ولكن احنا بنتكلم على الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، دايما الدفاع عندهم وقلوب الدفاع عندهم ما فيش تركيز، عندهم دايما على الكوره والتحرك في المساحات خلف المدافعين. بس انا عايز اقول حاجه في الصوره دي، ده ماتش الاتحاد صحيح. يعني نبدا من هنا هنا البدايه بتاعتي. لا ممكن نجيب الصوره اللي فاتت، لان ماتش الاتحاد هم في لعيبه عندهم تعرض للطرد صحيح، وهم لعبوا بقيه المباراه ب 10 لعيبه مزبوط. حتى هم ب 10 لعيبه قدر احمد بالحاج ان هو يجيب الجول الثاني ليه صحيح. فهم في الصوره دي بيلعبوا 10 لعيبه
صحيح ناقصين لعيب، هما ناقصين لعيب، ولكن تعال بص بقى على عدد اللعيب الزياده الهجوميه عند الاتحاد. هما بتلعب دلوقتي 4-2، يعني في واحد ناحيه الشمال في ناحيه الاتحاد، وفي واحد ورا المدافع خالص في الاخر، ده اعتقد الرقابه بتاعته قد تبدو ان هي بشكل افضل، ولكن حتى اللي في القلب خلي بالك بيبص على الكوره مش شايف المهاجم اللي معاه، وعددهم ثلاثه بالظبط، يعني ثلاثه وبيتحرك وراهم. ده تم مبلولي، مبلولو اللي هو هداف الدوري حتى الان، مبلولو بيتحرك بكل سهوله جدا. يعني الصوره اللي بعدها ورتنا يعني ايوه من هنا بص شوف يا كابتن ايمن، هنا عندهم مشكله بنتكلم عليها، عندهم زياده عدديه في الدفاع ولكن التمركز والتركيز وبالظبط كده، هو ده اللي عندهم مشكله فيه كبيره جدا. صحيح. بلس الضغط عليهم في المنطقه ديت بيولد اخطاء زي ما شفنا بالارقام. هنا الكور تتلعب بسهوله جدا في خلف المدافعين، ده طبعا جه هدف منه. نكمل بقى، نكمل عشان نشوف الحاله الثانيه الاخيره اللي انا عايز يعني نحط السبوت عليها هنا. كنا بنتكلم مع حضرتك بالارقام ان هم في حاله الاستحواذ الكوره، في حاله حيازه الكوره، عندهم مشاكل في الربط ما بين لاعبتهم، يعني تاتش 2-3 تقطع الكوره بسرعه جدا منهم. فانت هنا كان في ضغط في نص الملعب، في نص الملعب هنا تم الضغط. بص شوف يا كابتن ايمن، اللعيبه فاتحه لبعضها بزوايا التمرير، يعني اللعيب اللي في رجله الكوره ده جنبه ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه، وادي اللي نازل له في نص الملعب قريب من دايره السنتر، كان ممكن يباصوا لبعض الكوره ويلعبوها مع بعض بشكل كويس جدا، واعتقد كان في مساحه هنا في خلف الدفاع الخصم. ايه اللي حصل؟ على طول هنا في بطء، في بطء في القرار ان هو يباص الكره بسرعه. يعني نكمل، عمليه الضغط السريع سواء كان في نص ملعبهم او في التلت عندهم ولدت اخطاء هنا، خلاص بصاها بيفقدوا الكوره، بيفقدوا الكوره بسرعه جدا. ده البول لوست اللي انا بتكلم عليه، فقد الكوره، خد الكوره خلاص، اتعمل بقى التحول السريع جدا، تحول من الحاله الدفاعيه، يعني خلاص راحوا على المرمى على الفكره دي، كملت واصبحت هدف. اخر حاجه سريعا نرجع بس للجدول، لان دي التشكيله اللي بيبدا بيها طبعا كابتن علاء عبد العال، دايما بيبدا 4-2-3-1 وبتتحول بعد كده بقى 4-5-1، يعني دي كان نسبتها 27% من اجمالي مباراه الاخيره امام الداخليه اللي فازوا فيها 2-0، بيبدا كده بالشكل دوت، وبعد كده بتتغير طبعا الفورميشن على حسب طبعا ظروف المباراه. هو على فكره بالتشكيله ديت 4-2-3-1 احرز هدفين وبدا يمسك المباراه. صحيح. سريعا سريعا نتكلم على التسديدات عندهم، التسديدات عندهم عشان نتكلم على اخطر اللعيبه عندهم في التسديدات، زي ما اتكلمنا بالحاج، يعني في جدول رقمي سريعا جدا ممكن نبص عليها كابتن ايمن، بتورينا التسديدات عندهم شكلها عامل ازاي والاهداف اللي جابوها منهم هنا. يعني بنتكلم على اجمالي التسديدات عندهم 64 تسديده، منهم 27 تسديده صحيحه بنسبه 42%. الاهداف المتوقعه الاكس جي من التسديدات دي يا كابتن ايمن قد يصلوا لتسع اهداف، تمام؟ هم احرزوا 6 اهداف، يعني دي نسبه يعني معقوله ان هم اوفر اتشيف، يعني انت دلوقتي قد تصل لتسع اهداف بالزبط. ففريق بيوصل بالتمريرات المفتاحيه بالتسديدات بتاعته الدقه بتاعتها كويسه 42%، ده مقارنه بفرق الدوري لا رقم كويس. التسديدات بالراس بقى، من 54 تسديده بالراس فيهم 23 تسديده صحيحه، فبنسبه 42%. تخيل ان هم من التسديدات بالراس كان ممكن يجيبوا رقم كويس جدا، الاكس جي بتاعهم كان يصل لسبع اهداف، ففي طبعا في هنا 5 اهداف من داخل بقى منطقه الجزاء، بيسددوا بيوصلوا لمنطقه الجزاء، بيسددوا 34 تسديده من داخل منطقه الجزاء، 17 منهم صحيحه، من خارج منطقه الجزاء 27 تسديده، 7 بس منهم صحيحه، ده بيقول لك ان هم من بره منطقه الجزاء ما عندهمش الفاعليه في التسديده على المرمى، 0 اهداف يعني بعض العرضيات. نخش بس اخر حاجه بالحاج، اللعب بالحاج من التسديدات دي، لو يعني اللاعب الحاج وشيكودي المهاجم بتاعهم دول اخطر اللاعبين، لان بالحاج دوت يا كابتن ايمن من التسديدات اللي احنا شفناها عمل 13 تسديده على المرمى، منهم 7 اون تارجت بنسبه 53%، الاهداف المتوقعه منهم كان يصل برضو اي 5 اهداف 4.8 اهي، ولكن هو طبعا احرز 5 اهداف. شيكودي برضو من اللاعب اللي بيشكلوا خطوره، يعني بس مش زي بالحاج، بالحاج الراجل بيجي من تحت زي ما احنا عارفين نص ملعب بيشكل خطوره، الراجل بقى شيكودي بيخسر كوره كتير، ولكن تسديداته على المرمى يعني قد تبدو فيها فعاليه، من 6 تسديدات على المرمى في منهم 4 اون تارجت قد يشكل خطوره، قد يحرز هدف حتى الان. هو ده الشكل العام للجونه لمباراه النهارده بالارقام. نتمنى ان شاء الله الارقام النهارده تكون في صالح النادي الاهلي، والمكسب ان شاء الله يكون في نادي باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد، شكرا شرفتنا. شكرا جزيلا. طبعا محمد قال لنا على كل الارقام، احيانا الارقام بتديك بعض الصور او تديك انطباع عن حاله الفريق الفنيه اللي انت بتلعبها، وده اللي اتكلم فيه محمد، واحيانا الارقام بتكون خادعه حسب ظروف كل مباراه. ونتمنى النهارده ان شاء الله الظروف تكون مواتيه للنادي الاهلي.